أصدقائي مرحبا بكم في حلقة جديدة ومراجعة شاملة. هذه المرة ما عندناش تليفون ولكن عندنا هواوي الواتش 3 جي تي، ساعة ذكية الأخرى من شركة ديال هواوي، ساعة ذكية خطيرة بزاف وأنا متأكد أنكم حتى أنتم غادي تعجبكم بزاف. اللي جميل في هذه الساعة هو أنها كتجمع ما بين الفخامة ديال الساعات العادية الكلاسيكية وما بين التقنيات الجديدة ديال الساعات الذكية. على فكرة هذه الساعة الذكية الجديدة الواتش 3 جي تي متوفرة في السوق المغربية في جوج ديال النسخ، النسخة الأولى 46 ملم، النسخة الثانية 42 ملم. على فكرة ما كاينش بزاف ديال الاختلاف ما بين هاد جوج ديال النسخ 46 ملم و 42 ملم، كاين اختلاف بسيط في القطر ديال كل ساعة، في الوزن ديالها وحتى في البطارية ديالها، ما كاينش اختلاف كبير. واليوم وصلتني كما قلت لكم وصلتني الساعة الذكية النسخة 46 ملم اللي غادي ندير لها مراجعة اليوم بسرعة وبعجلة. غادي ندير لها واحد الانبوكسين خفيف ونرجعوا نشوفوا المميزات والخصائص ديالها من الداخل، خليكم معايا. دونك اول ملاحظه في البوكس ديال هواوي الواتش جي تي 3 هي الاناقه ديال هذه العلبه، العلبه باللون الاسود لوكسيو وخطوط ذهبيه. فاش كنفتحوا العلبه كنلقاو الساعه بالبراسلي من الجلد، ساعه جد انيقه مصنوعه من الاسي انوكسيدابل ومقاومه للماء والغبار. الساعه كيجي معها مانيوال وشارجور بطبيعه الحال، وكما كتلاحظوا في الساعه الشكل الخارجي ديالها مخدوم بعنايه وباتقان بحال الساعه السويسريه الفاخره. ثم الملاحظه الثانيه هو ان هذه الساعه خفيفه بزاف في اليد، ما كتفوتش 42 غرام تقريبا، ما كتحسش بها يعني تقدر تلبسها في يديك نهار كامل بلا ما تحيدها، تقدر تنعس بها ايضا. ثم في الجانب ديالها كاينين جوج بوطونات باش انك تحكم فيها وتنافيغي بهم في الاعدادات. باختصار ساعه جد انيقه. بعد ما درنا الانبوكسين للعلبه ندخلوا دابا نشوفوا الخصائص، نشوفوا اشنو المميزات وشنو الجديد في الساعه. قبل ما نبدا اكيد انكم كتسولوا نفس السؤال كيدور لكم دابا في الراس، هو واش هاد الساعه كتكونيكتا مع كاع التليفونات او لا؟ لحقاش حتى انا طرحت هذا السؤال فاش وصلتني هاد الساعه. ايه كنأكد لكم ان هاد الساعه كتكونيكتا مع كاع التليفونات وكيف ما كان لو اس ديالهم، مع التليفونات اندرويد، مع التليفونات ابل، وطبيعه الحال مع التليفونات هواوي. يكفي فقط انكم تيليشارجيو لابليكاسيون هواوي هيلت وهي اللي كتعطيكم لاكسي في كاع التليفونات باش انكم تحكموا في هذه الساعه. دونك اول ملاحظه كنلاحظوا هو الشكل الخارجي ديالها، كما كتشوفوا شاشه من نوع اموليد بالمقياس ديال 1.4 انش واللي كتغطي تقريبا الواجهه الاماميه كلها ديال الساعه، يعني كتحس ان هذه الساعه ما عندهاش الحواف. ندوزوا دابا نشوفوا اهم الخصائص اللي كتجي بهم هذه الساعه الذكيه. كما كتعرفوا طبيعه الحال كاع المنتوجات ديال هواوي مؤخرا تحت فيهم نظام تشغيل هارموني، والهواوي واتش جي تي 3 من ضمن هذا لي ديفايس. هذا النظام اللي عنده واحد السلاسه في التشغيل ديالو، هاد السلاسه كنلاحظها فاش كنسكرولي في المنيو وكنافيكي ما بين خاصيه واخرى. على فكره نظام الهارموني كيبان لي من احسن التحديثات اللي داروا في هاد الساعه وكيعطيك واحد التجربه رائعه في الاستعمال. الانترفاس ديال الواتش جي تي 3 وقع عليها واحد التحديث جذري، تم تحديث الانترفاس بالكامل بفضل تطبيق هواوي هيلت. ممكن انك تبدل الواجهه ديال الساعه بعدد كبير من الاشكال والالوان على حساب الذوق والباس ديالكم مثلا، وتقدروا تختاروا ما بين الساعات نيميريك والساعات الانالوجيك. كما انه ممكن تجاوب على المكالمات ديالك، ترسل اس ام اس، تجاوب على اس ام اس، قرا لي نوتيفيكاسيون. يعني الخصائص الاساسيه كلها ديال الهاتف ديالكم كتكون على هاد الساعه. وكما كنعرفوا بطبيعه الحال في كاع الساعات الذكيه الميزه الاساسيه ديال الساعات الذكيه هو انهم كيعطيوك واحد المعلومات كثيره بحال حاله الطقس مثلا، المواعيد ديالك، نافيغاسيون جي بي اس الى اخره. خاصيه جديده اللي تزادت في الواتش جي تي 3 هي اللي كنلقاوها هنا، كاين واحد القمر في الشاشه كنضغطوا عليه كنلقاو واحد مجموعه كثيره ديال المعلومات على مراحل اكتمال القمر، على الشروق والغروب، معلومات كثيره اخرى. وطبيعه الحال الساعه كتعطيكم جميع المعلومات البيومتريه ديالكم. الساعه كتقيس الدقه ديال القلب، ضغط الدم، درجه ستريس، نسبه الاكسجين في الدم، كتعطيكم ايضا معلومات على النوم ديالكم، المواعيد ديال النوم ديالكم الى اخره. فاذا كنت مهتم بالصحه ديالك الواتش جي تي 3 كتعطيك جميع المعلومات، كامل المعلومات اللي كتحتاجهم على الجسم ديالك، ثم انها كتخدم بحال الكوتش الخصوصي ديالكم باش انها تبع اللياقه البدنيه ديالكم. اللي جميل في هذه الساعه هو انها فيها اكثر من 100 تمرين رياضي بروغرامي، يكفي فقط انكم تختاروا اي تمرين وهي كتعطيك توجيهات لازمه. وبفضل الذكاء الاصطناعي كتعرف تلقائيا على بعض التمارين بحال الجري، بحال البوش اب، بحال المشي، بحال السباحه الى اخره. دابا وصلنا لاهم تحديث في هذه الساعه الذكيه وهو البطاريه ديالها. فالبطاريه ديال الواتش جي تي 3 تم التطوير ديالها بواحد الشكل كبير، فتخيلوا معايا ان هذه الساعه بشارج وحده كتاخذ لكم حتى 14 يوم، 14 يوم ديال الاستعمال بشارج وحده. طبيعة الحال استعمال عادي يعني كتشارجيها وكتنساها،
القضيه ديال انك تشارجي الساعه الذكيه ديالك كل نهار بحال التليفون، داكشي ولا من الماضي صافي. دخلنا دابا جيل جديد ديال الساعه الذكيه اصدقائي. اذا اصدقائي وصلنا لاخر فقره، هو نكتشفوا الثمن ديال هاد الساعه، ساعه الذكيه الهواوي الواتش جي تي 3، غتكون متوفره السوق المغربيه ابتداء من فاتح مارس، وغادي تكون متوفره ابتداء من الثمن ديال 2399 درهم. وعلى فكره كيتعطاكم هديه مع هاد الساعه مجانا، كيف ما شرحت لكم الخاصيه ديال سكيل تري باش انكم تقدروا تتابعوا المراحل ديال اكتمال القمر. اذا اصدقائي نخلي لكم اسفل هاد الفيديو نخلي لكم كاع روابط الا بغيتوا تعرفوا على معلومات اكثر، الا بغيتوا تكومونديوها كل التفاصيل غتلقاهم اسفل الفيديو. إذا أصدقائي كما شفتوا في هذه المراجعة ديال الساعة الذكية الجديدة الهواوي الواتش جي تي 3، جات بتحديدات جديدة وخصائص متطورة، وأهم حاجة الشكل ديالها الأنيق والفخم بزاف بزاف. صراحة ساعة عجبتني بزاف بزاف. إذا أصدقائي تبارك الله عليكم، شكرا بزاف على حسن التتبع ديالكم، نتلاقوا في حلقة جاية ومراجعة جديدة وجهاز آخر. تبارك الله عليكم.